ثم قال وسيعود كما بدا غريبا. وهذا هو الخبر الثاني، وهو في حال آخر الزمان، وأن الإسلام سيعود غريبا كما بدا. وقد ذكر العلماء أن هذا الوصف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجد في عصور ماضية، فكان العلماء يشكون من غربة السنة وغربة أهل العلم بها، كما سيأتي في نقل الحافظ بن رجب في شرح هذا الحديث شكوى الكثير من الأئمة في عصر السلف من غربة الإسلام ومن غربة السنة. فكيف لو رأوا عصرنا، كيف لو رأوا هذا العصر وما فيه الناس من غربة السنة ومن غربة العلم بها. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود كما بدا، أي أن الإسلام يعود غريبا في قلة أهله وفي قلة العمل به كما بدا. وقوله وسيعود غريبا كما بدا ليس المقصود من هذه اللفظة أن الناس يرتدون عن الدين ولا يبقى في الناس إلا قلة قليلة من المسلمين، وإنما المقصود كما قال العلماء هو الإشارة إلى قلة أهل السنة في غيرهم من الناس. ولهذا جاء ما يفسر هذه اللفظة بما يدل على أن هؤلاء الغرباء هم أهل السنة، ومعلوم أن الأمة ليست هي كل أهل السنة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذه الفرقة هي النازية، هي الفرقة النازية، والفرق الأخرى هي فرق المسلمين. ولهذا لم يدخل الأئمة كيوسف بن الأصباط وغيره، لم يدخلوا الجهمية في هذه الفرق، لأن الجهمية كفار وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام. فهذه الفرق هي فرق الأمة وهم من المسلمين، ولكن أهل السنة هم قلة قليلة فيه، وهم فرقة في 73 فرقة، 72 فرقة من أهل البدع، وفرقة واحدة هم من أهل السنة والجماعة. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود، يعني الإسلام الحق، الإسلام الكامل، أهل الإسلام الذين حققوا الإسلام كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمة.